السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. بهاي الحلقة الثانية من لعبة ماينكرافت راح نبني بيت، ولكن قبل ما نبني بيت خلنا نشوفكم قصة اللي صارت ويا. طبعا شباب حاليا شوفوا بوعد قد رقي، خلنا ناكل رقي، خلنا ناكل. اسمعني هسه واحد يقول لي يا عبد الله انت ما جبت هذا الرقي كله، شو اسوي بالرقي كله؟ طبعا شباب انا تهجرت. تشوفون هاي القرية اللي حاليا بيها، هاي قرية بغير سيرفر. ذاك السيرفر متت بيه، متت متت والله بدون شغل، متت يعني. فتت على كهف، خلنا نروح نلوت يعني الاشياء اللي بالقريه، لان انا ما فتحت القريه. قلت خلنا قدامكم افتحها، خلنا نشوف بكت اشياء فارغه، خلنا نشوف بكت نلقى شيء جاتين قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وعطوني لايك. الله، لقيت شو يسمونه، لقيت بطرون. ما شاء الله ما شاء الله، تفاح ما شاء الله، خوش يعني، احسن من القريه راحت بالحلقه راحت والله بدون شغل. خلينا نشوف من هنا، هاي نار تفيدنا، النار حتى نشوي هذا القروي. بدون شقة لازم نشوي، بدون شقة شباب. هاي كم بيت فتحنا، خلينا نفتح هذا الباب. اشوف هاي كل شيء ماكو، خرب ابليسكم اذا صدق. خلينا نطلع، خلينا نشوف نفوت ذني البيوت كلهن او نفوت هذا البيت اول شيء. بكت نلقى شيء قوي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بكت اكو باب. شرب، لا شرب ايش اسوي؟ شرب هاي صوتها شتون. خلينا نلوت ذني، هاي الذهب لازم ناخذه. اولكم بقوا شو نسوي؟ عندي ذهب انا، خلنا ناخذ. ماكو كل شيء عبالي. هاي شنو؟ ماكو بوب. هاي شنو؟ ماكو صناديق. طبعا شباب بهاي الحلقه ان شاء الله نحاول نبني بيت، نبني بيت لنا يا مال القريه، لان ذيك الحلقه متت بدون شقه، خراب بيسكم متت. راح على اساس اني نمت بالقريه، بس طلعت ما نايم بالقريه، طلعت نايم بالكهف ومتت ورجعت للكهف، وما اعرف شلون ارجع للبيت. وطلعت من السيرفر، كرهت السيرفر، كرهت اللعبه، وقلت فعلا ما انزل. بعدين قلت انا اذا استفاد منكم ليش ما انزل؟ ليش يعني؟ خليني ناخذ هذا التمر. التمر شنو اقصد؟ شنو هذا؟ بس هو ينكل، هذا ينكل، هذا نحوله الى خبز، يمكن نحوله الى خبز. طبعا شباب نستعجل ركض، نستعجل ركض، نبني بيت، ماكو ما نبقى شيء. هاي جمعت خشب، بس انا اشوف قدامكم شباب جمعت خشب مليون ملي، تشوفون. خلينا نسوي انبوكسين. انبوكسين شنو اقصد؟ نسوي هاي، هاي شنو؟ هاي شو سويت؟ بس ثلاثة هاي. ها لازم نسوي شي. مستحيل مستحيل جد جد مطي. خلنا ايش راح نسوي هسه؟ لازم نسوي ثواني، شو نسوي اول شي؟ نسوي طبر. لو نسوي، خلنا نسوي طبر. خلنا نحفر هاي، نحفر هاي شنو؟ نحط واحدة هنا واحدة هنا، بعدين نحط واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا. هذا يفيدنا كلش. ليش هسه؟ حتى هسه تعرفون. أول شي خلينا نلبس بطلون. ثواني، ها شلون نلبس بطلون؟ ها هيج نلبس بطلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، بابا أعطاني درع زائد خمسة. هاي بداية الاحتراف، هاي بداية الاحتراف شباب. خلينا نجي هيجي وهيجي نسوي من هاي. شو نسوي هسه شباب؟ نروح ركض ركض. بس هنا جبنا شوية طابوقة حتى نكسر خشب، حتى نبني بيت. ركض ركض هيك، ما نحكي اي شيء، ركض. تشوفوا محترف محترف. هاي تكسير الطابوك ترى راد له واحد محترف، بس انا اسويها باللعبه كلها. تشوفون، خلينا نطلع قبل الاقاف عاد. خلينا نروح يم اللي كرافتكين بيبل. بس انا وين حطيت كرافتون؟ خرب، نسيت هاي انا عباني نسيتها من زمان. انا ما انسى شباب، انا حبكم انسى. هسه شو نسوي؟ واحدة هنا واحدة هنا، والطبر هيك يمكن. الطبر اي ما شاء الله، ما انسى ايش انا. هسه شو نسوي؟ نفجر هاي شنو اقصد؟ نفجر هاي الشجرة. خلينا نبني بيت، ركض. يلا هسه اذا يكفلنا الخشبات اللي عندنا. خلينا نبني بيت. وين نبني بيت؟ خلينا نبني بيت هنا هنا. بس بعد اقول ليش هنا، هسه اقول لكم ليش هنا. شوفوا الحركات اللي يسويها، ماكو واحد يسوي حركات مثلي. با افتهموني، با نحط هاي هنا، نحط هاي هنا. لا لا وخر وخر، هاي شي شي ما يصير. انا محترف، لازم ما اخطا هيجي سوالف، ما اخطا. ليش شو نسوي حاليا؟ نجي ونحط، ايش نحط؟ خلينا نحط ثواني، نلغي، نحط هذا.
لا مو هيك خرب، ثواني ما اعرف شلون احط اللي يسرى اصلا، احط هاي هنا 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 تمام، هاي اول بيت، بعد هنا بعد هنا. لا تذكر من يصير هاي السالفة هنا بعد البيت مالتي، حخلي حسوي احلى بيت، لا حول ولا قوة الا بالله. تذكر هاي السالفة لك باب، لا تقمز لا تقمز لا تقمز، خليني اخلص شغل. هذا البيت راح يعجب الناس، كل الناس راح يخلدوني ورا البيت، كل الناس راح يخلدوني. يخلدوني شنو اقصد؟ يقاتلوني. بو حناني سعد يقول ليش تسوي شي؟ غلطت بلا غلط حطيتها، بس خليني اكمل حتى الناس يقولوا لي ما يصير هيجي. طبعا هاي السالفة الصفاش دي يشوفوه، نزل اسوي خبز، بس بعد سوي الغلط ما يصير قدامكم عساني ما اعرف اسوي وهاي، لا اكمل اغلس عليها السالفة. خلنا كنا رقية شوية شباب جوعانين، بس مو اكو رقية شبع، ترى هو رقية كله مي بس كلاوات عادي. دقيقة شباب، انا سويت هالبيت من الباب، مين يحطه؟ بدون باب، شو نسوي الباب؟ زرب عليهم، خلينا نحطه هنا هنا وهنا. على حاليا شباب بيتي صار يخبل، بسم الله. هنا 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 نحط هنا 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 وهنا وهنا وهنا. بس حاليا صار بيتي يخبل، من اجمل البيوت في ماينكرافت. هنا 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 هنا. هاي ما اوخرها، ليش؟ قلت لكم اذا غلطت غلطه ما اعدلها، يعني انا ما اخطا ابد بلعبه ماينكرافت، انا محترف الى درجه انه اذا خطأت يعتبر صح عندي. هسه تقول لي عبد الله ايش يسوي هسه حاليا؟ خليني اوخر هاي حتى يصير شكله هنا شاذ بزايد. هسه حاليا هذا بيتي شباب، هذا بيتي. وش خلنا ثواني ثواني، خلنا نسوي حركه هاي، ثواني نحط هاي هنا، نحط طابوقه هنا، طابوقه هنا، بعدين نحط هنا ونسوي هاي هنا. بس بعد يقول لي ليش؟ هسه اقول لك ليش. شوف والله العظيم تصميم يجنن، خلينا نزيدهم بعد طابقة واحدة، طابقة واحدة حتى يصير شوي أطول. خلينا نشوف عندي شي حلو هنا. لا مستحيل مستحيل، هاي هاي مستحيل. لا أوقع وأتأذى، ما تأذى؟ لا والله تأذيت. ثاني خلينا نجيب هذين الجلوبات الجاي في مال القرويين حتى نصمم، أقصد نكمل التصميم مال بيتنا الجميل. القرويين مين يستعملهم تصميم؟ هاي البركان راد لنا بركان، بهالتصميم مالتي راد لنا بركان. اتمنى اخذت النار الشمعة. دقيقة شلون نصعد؟ ها نسيت اسوي درج من هنا. يلا خرب ابليسك انفت انكسر. اي حاليا شباب صار بيت اسطح. خلينا شو نسوي هسه شباب؟ نحط نار هنا نار هنا. اذا صير هندي يعني بعد ما يكون هاي الحلقة الجاية ان شاء الله اني هندي. خلينا نشوف من بعيد نشوف التصميم الجميل مالتي، التصميم اللي تعبت عليه والله العظيم تعبت. كم حلقة كم دقيقة؟ صار هواي من بعيد مستحيل. شلون بيت والله العظيم جميل. ثواني ثواني خلينا نحط الشرباية. شنو يعني اكو بيت بدون شرباية؟ ماكو بيت بدون شرباية. بس شو نسوي هسه شباب؟ خلينا نحفر جوا القاع، نحفر ليش؟ لان احنا الشرباي ما انا متعود انام جوا القاع. ثواني هيج هنا ونحطه هنا. لا ثواني ثواني الغي الغي الغي، هاي تعال انت هنا، تعال تعال بو عشان اسوي شو، راح افاجئكم من هاي السالفه. بو نحط حديد هنا هنا ونجيب هاي نحطه هنا ونحط هاي هنا، نحط هاي هنا. ليش؟ حتى ما تصير بيها رطوبة، مستحيل بعد الذكاء مالتي حتى ما تصير. خلينا نوخر هاي الطابوقة، يعني طابوق بارد، اكو واحد ينام يم طابوق؟ لا يم خشب، خشب دافي. حاليا هسه هاي غرفتي الجميلة تمام، خلينا ننام بيها. مستحيل مستحيل شلون نايم بيها؟ بابا بابا النوم شلون مريحة؟ صادني الصبح ما حسيت بالنوم اصلا، انا قاعد وحسيت ما حسيت بالنوم. تشوفون مستحيل. خلينا نسوي تصميم بعد ثواني
وين الكرافت من بيبل ما ادري يسمونه. ثواني خلينا نكسر هاي خشب، شنو فايته خشب هذا، نكسر خشب شويه. الكرافتن بيبل وينه؟ يعني الكرافتن مستحيل، ما متحرك من مكانه، يخاف مني. تعال انت هنا، باش راح اسوي شيء شباب، راح افاجئكم ايضا، كلها مفاجات في الحلقه. تعالوا نجيب هاي هنا، ونجيب هاي همين، ونجيب الشمعه، ونجيب الباب. تمام خلينا نكسر الباب، كل شيء نكسر. تمام، وين خلينا نفتح هذا القروي. تعال تعال يوم على والدتك، تعال اسمع يقول لك لا تقتل. والله ما ادري شباب الواقي، يعني هو ايش دخل؟ روح روح حبيبي، لا هو لك انا اقتلك، انا ابوك لا بموت. ربح الدخان، ابغى يعطيني شيء شاتي موارد. خلينا نروح شباب نكمل تصميم جميل. ها شنو هناك شيء اسود يطوف؟ باذنجان؟ مستحيل. اخر بنهايه العداء قلد هذا الهندي كل ساعه يسوي هيجي هيجي، وانا كل ساعه اسوي هيجي، رقبتي حطق. هسه شنو نسوي شباب؟ نحفر. لا لا عشاقه ثواني، وين هذا هاي هنا نجيب هاي نحطه هنا. ايش راح نسوي يا شباب؟ نحطه هنا اثنين هنا، حتى شنو؟ حتى من يطلع دخان يجيني دفو هنا حتى ادفي. هسه الباب وين نحط الباب؟ ثواني الباب وين نحطه؟ لازم نفكر، هيك سوالف هذا تفكير. ثواني نسوي شي، نجيب الباب، نجيب الباب نحطه هنا. تمام هاي هسه حاليا كرافتن، الكرافتن شنو اقصد الكرافتن؟ نحطه هنا. هسه البيت كمل، الباب وين نحط الباب؟ نحطه هنا. اي حاليا البيت اكتمل، شوفوا مثلا اي دنام، مثلا اي دنام هاي الجهه. تمام اكو ضوء من هنا، اسد الباب ينسد من كل الجهات ينسد. وين اكو بابيج تشوفون؟ مثلا هاي الجهه ما تعجبني انا، يعني نايم وجاي ضوء مال الشمس من هنا، شو اسوي؟ طيط بعو ضوء الشمس وين صار؟ بعو حتى تعرفون جاس داعش يعني. شوفوا ضوء الشمس، ثواني ضوء الشمس صار من هاي الجهه، من هاي الجهه. هاي هسه ايش راح اسوي؟ بعو اختفى عني. لا والله منا منا رادلنا شويه من هنا، منك نروح نصعد فوق هناك تشوفون الشباب، نسوي حائط كبير حتى الضوء مال الشمس يجينا، ما يجينا ابد. هسه شو نسوي شباب؟ نجي ونطبخ التفاح، نحط نار. هاي التفاح مين طبخ؟ هاي هاي ينطبخ زين. رقي خراب ابليسكم دا صق عوداني دا اصير منحرف. ثواني هسه شو نسوي؟ هذاك برج ايفل؟ لا لا برج ايفل حاليا هذا البيت مالتي كبير، خلينا نروح من بعيد، من هناك من بعيد حتى نسوي صورة مصغرة. ثواني انا هاي السوالف ما لازم ما احكيها بالفيديو، بس بتعرفون يعني هو فيديو جايف، يعني ليش ما احكي؟ هاي الصورة مصغرة هيجي. ثواني احط نفسي مصدوم، هاي هيجي يصير بالفيديوهات او اسوي هيجي، وهاي هي فيديو سخيف ايش دخل ما اعرف، بس نقلد اليوتيوبرية. وهاي هاي كل ساعة كل ساعة القى باذنجانية بالشارع. خلينا نكسر هذا يا ولد، اسرع هيجي لو هيجي لو ماكو فرق، ماكو فرق، عبالي عبالي اكو فرق. ثواني ثواني مو عارف انه اقدر احوله. ثواني خلينا نرجع بيتنا الجميل، بيتنا اللي تعبت عليه. غادينا شوي من هنا نسوي درج ونسوي باب بالدرج حتى ما يجونا وحوش. تعال هنا نسوي هاي هنا نحطها. اي مستحيل. هسه نحط هنا لازم نحط هواي هنا. ها قصه صار 22، هنا ايش قصر؟ 24 ضبط. لا خرب ابليسكم اذا صدق شباب، انا انت ايش دخلكم دقيقه؟ هاي شلون سويتها؟ ثواني 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 ادوس اثنيناتها نفس الوقت؟ لا لا حركه جديده
مستحيل شلون قمت تعرف اشياء ما اعرفها من قبل. بس هسه الباب شبابكم شلون الباب هذا؟ تشوفوا مستحيل. تعال عندي فكرة، تعالوا ليش اضم الحلقة الجاية؟ تعالوا تعال خلينا نروح نجيب هذا شو يسمونه، هاي شجرة حمراء نحطها يمنه. هاي شنو هاي؟ طلي هذا طلي جابه يمنه يوخر من القندرة. تعال تعال خلينا نجيب شوية شجر أحمر. نظرت بالبيت نظرط اليوم، اليوم نسوي أجمل بيت في الكوكب. تعال خلينا نجيب هاي. ها شنو أبو على شجار؟ مستحيل. أوراق ورد. ها شنو؟ خلينا نجيب ورد. ورد حتى ريحة البيت تصير طيبة. هاي خشب أحمر. الله خشب أحمر. يلا 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 خلينا نركض ونرجع. ثالث مرة خلينا نجمع شنو نرجع. خلينا نجمع بعد، خلينا نجمع هاي الأشجار. لا ما يصير. خراب. زين شجرة توقع شجرة ماكو؟ اي 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 الله خلينا نرجع. شو نسوي؟ نروح نزرع شجرة بالبيت؟ مستحيل ما حدا مسويها من قبل. منو يسوي هيك اشياء؟ بس اني نزرع الشجرة فوق فوق هاي البيت. تعرف ليش؟ بس اعلمكم شنو اقصد. هنا تشوفون هاي فوق، هزرع الشجرة فوق حتى تذب لنا ريحة. مو تعرفون احنا بهالقرية وهاي وهذا ذاك وين هذا هذا قرب تشوفون. بس يضرط بس يضرط، يعني اكو واحد يعيش يوم واحد بس يضرط. ثواني هيجي نصعد اهو سبيح يرجع كسر. بس يلا شو نسوي؟ الله عندي طيناية واحدة راح ابكي. عندي طيناية ما عبالي عندي طيناية. هاي وين راحت الطيناية يعني؟ مستحيل. تعال الله 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 مستحيل. خلنا نجيب ولو دقيقة بعد ما يصير هالسالفة. خلي تصير شجرة وارجع طوقة مو طوقة شنو اقصد صورة مصغرة. خلنا نشوف من بعيد شلون صاير شيء. ما اتحمل. خلنا نشوف من بعيد شلون صارت. والله العظيم الشباب بيتي يخبل. بيت بعد هقد من البيت يخبل نزلت جوا ما اعرف شلون. ما شلون شلون هذا البيت هيجي اضرب طن عساني محترف. ثم هذول هيجي هذا بيتي الاسطوري تشوفون. قبل ما ننهي المقطع شباب خلينا نسوي شغله ثواني. خلينا نسوي مفاجأة للقراوين. ثواني اكو هنا بركان تشوفون يا شباب. ايه يعني بركان خلينا نفتحه. لا 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 اول شي خلينا ناخذ هاي. اي يلا 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 شنو شو ليش ما نزل؟ يلا روح هناك. يلا 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 هلا 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 يلا 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 ها شو ما صار شي ازرق. ثواني اكو شي ازرق لازم يصير. شو ما صار؟ لو 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 هاي ليش ما صار ازرق؟ هنا اكو شي ازرق نفتح بوابة النذر. عبالي حاطين بوابة النذر بصفي الشجرة يصير تصميم حلو كلش. خليني ارجع اشوف بيتي من بعيد يعني حبيته. الله جرس، جرس ذهبي. عندي جرس اي لون؟ هذا جرس؟ لا مو جرس. اسوي بتصميم البيت يجنن مستحيل. اوه خليني اجيب هذني نصممها بالبيت. كل شي نحط بالبيت. التصاميم هذول اللي تشوفون حاليا نحطهم بالبيت حتى شنو البيت يصير يجنن. طبعا شباب اذا تيتون انزل لكم فيديوهات اعلمكم شلون تبنون بيوت قولوا لي عادي ان شاء الله عادي اعلمكم. لا تستحي لا تعتبروني اخوكم يعني، يعني لا تعتبروني اخوكم للتحدي يعني. اذا تيتون هيك سوالف اطلبوا يعني. انا اصلا شيء انزل عادي يعني. ثواني خلينا نسوي الطيط عشان ليش ما ليش ما يصعد. اوه بيحي اصعد من مخي مستحيل بعد الاحتراف.
ايش راح اسوي هنا انا؟ بابا لا مستحيل، هقد مو محترق متابع مما يغوص، كله غوص وما غوص يعني. تعال هنا انا، بس ايش نسوي شباب؟ ايش نسوي؟ لازم نحط هاي هنا، نحط هنا، ثواني ثواني، نجيب هاي هنا، نجيب هذا نحطه هنا، خلنا نشوفكم هاي حركة الشباب، يمكن ما تعرفون ايش السالفة، انتي وايد تعرفين، ما وصلت لكم بعدها. باع نحط هذا هنا، لا شنو، وين حطيته؟ هي انا، باب باب، شوف شوف، دوسة وحدة، دوسة وحدة يتغير الباب. بس عشان لازم نحطه جوا مو برا، نحطه جوا. تعرفون ليش؟ ليه مثل النبت هاي نايم نعسان، واحد دق الباب شو اسوي؟ هيك بضل اضوي ينظر يسد الباب وهاي هاي نايم بدون ما احرك جسمي. هسه شو نسوي؟ نرجع نكسر، كسر هذيك مال البكان مال هذا. اذا نشوف ذني الطيارات يشوفون، مستحيل، لازم نجيبهن. تعال نعلى على، انا حسيت اكو شيء غريب بس ما ركزت عليه. دقيقة دقيقة، مستحيل شباب، مستحيل يشوفون هاي، مستحيل. تعال 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 يا تعال، هفاجئكم مفاجآت أكثر من المفاجأة الأولى والثانية. با 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 با، ايش راح أسوي؟ با 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 با. واحدة هنا، واحدة هنا. لا 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 لا، طبعا خلينا نقدر نحط الأجراس بدون شو يسمونه. شلون البيت صار؟ شو؟ مستحيل مستحيل. والشجرة راح تطلع؟ شوي تطلع بالتقندرة، مستحيل. خلينا نشوف من بعيد شلون صاير، نشوف الإجهزات مالتي من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد. لا لا لا، مستحيل مستحيل مستحيل. شنو هالجمال؟ اجمل بيت بي اجروس اثنين، اجروس في نقص. انا نسيت احط هاي، شنو انا اجمع اشياء واحط وانسى. تعال نسيت احط هاي، وين هاي الطابوقة؟ هي يعني هاي الطابوقة، نسيت احط هاي هنا. تشوفون هاي الطابوقة؟ مستحيل مستحيل. شلون صارت؟ شو؟ لا لا مو حلو اصلا، لا لا خلينا نكسر. انا يعني بهالسالفة لا، لعبان نفس لعبان نفس. هي شنو هاي اصلا؟ شو شنو مو حلوة، لازم نحطها هنا. اي شوف، واحد اثنين ثلاثة، هيك يا الله، مستحيل مستحيل. اذا صار شباب هسه صار شكله حلو، تشوفون بابا بابا الجمال، بعد جمال. خلينا ننام خلينا ننام، خلينا نشوفكم الجمال الصباحي مو هيك وقت يعني. خلينا نروح، ها شنو دمي ناقص؟ ها شنو ليش ليش خلينا ناكل؟ بس ايش ناقصني هذي؟ اوه ناقصني هاي، ثواني وخر الزرب على الاكل، وخر تعال هاي زرب، ناقصني هاي حركة. بابا خليني اعلمكم شلون تسوون اشياء يمكن اول مرة تسمعون بيها. هاي بس الاشياء انا اعلمكم بيها يعني، متعرفون انا يعني من احرف الاشياء في لعبة ماينكرافت. لازم نسوي 10 ثواني، 1 2 3، عفوا ما ادري كان نسوي 15، لا نسوي 15 حتى ما نضرب، او اقول لك نسوي 16 او 18، خلينا نسوي 20، خلينا نسوي 20. خسارة ما خسرين خسارة. يلا بسرعة البيت، يلا 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 بسرعة على البيت. واحدة هنا واحدة هنا، باش راح يصير شباب، باع الحركة هاي راح تتفاجئكم. لا 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 ثمان، هاي آه يعني هاي لازم نجيب هاي. با با با، هلا 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 هل هل، باش راح يصير شباب، يلا باش راح يطلع لي، راح يطلع لي بيكاكس، لا لا اقصد جامع.
الله مستحيل، البيت راح يصير يجنن. هسه وين نحط الجامة الأولى؟ نحط الجامة لا، خلينا نجمع جامات بعد. شنو هالمطرطة؟ جامتين خلال دقائق بس. خلينا ثواني قبل ما نحط الجامات، خلينا نروح نكتشف يسوونها قروي. حتى شنو هذا؟ شنو ليش اسوي كاني؟ خليني اقول لكم ليش اقتل قروي وفي القرب الثاني ورا شوية الله اقتله. ليش؟ حتى هذا ما يحس بي، هذا الكائن الغريب هذا هم ما يقدر يقتلاني، بس ايضا انتهز الفرصة حتى انقض عليه. تشوفون وين اكو واحد؟ شوف شوف وين اكو واحد عينه حمراء، هذا عينه حمراء وخشمة كبير، هذا بس خشمه ينكل. تاخذ نكت هذا قروي من بعيد بدون ما يشوفني، بدون ما يشوفني هذا الخليه. تيوم 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 تيوم، ها وين راح؟ ها وين راح؟ ها يلا ولو هذا يزرع لنا خطية، خلينا نزرع لنا. عفوا هذا خاف نكتب ضربولي. ها شنو كهف؟ الله نار 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 نار، جيت احب ناراني اموت عليها. اقصد فحم، شنو نار؟ ثواني فحم. يلا سنطلع. اكو شي هنا؟ هاي كراسي، الله كراسي، نسيت اجيب كراسي يعني. وين اقعد يعني مثلا اذا اكل؟ وين اقعد؟ اقعد بالقاع؟ تعال كراسي يعني مثلا وين اقعد يعني اذا واحد يدي ياكل؟ هل يقعد بالقاع؟ وين اقعد مثلا؟ يقعد على اليمن. شنو اللعبة نفس؟ تعال تنزل انزل انزل من اه. شنو هاي؟ شنو هاي؟ خلي اوف اللعبة نفس. تعال 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 تعال، خلينا نشوف كم نار صارت. 5. مستحيل نضرب تبوري. ليه اسوي لكم شيء نضرب تبوري؟ لان انا اصلا شريت اسوي هنا واحدة اثنين ثلاثة، ها هن اصلا شيء هالقد يعني. واحدة اثنين تصير من هذا المطرط. احنا حاليا تشوفون الشباب اكتملت السبحة، اكتملت السبحة حاليا. ش صار؟ راح يصير بيت منغولي. اكو شي هنا؟ ها كراسي كراسي، وين نحط الكراسي؟ وين نحط الكراسي؟ ها نحط كرسي هنا ونحط كرسي فوقه. ليش؟ هاي مرات مثلا يجون خطار ويا جهال وهالسوالف. بلا ما تصير، ما تصير حتى اذا جو الخطة ما يصير. ثم مثلا خلينا نجرب هاي التجربة، ايش راح يصير هنا؟ الله يطلع وردي، يطلع لنا وردي. والله اول مرة اعرف هاي السالفة، انا على يطلع لنا جوزي او هيجي، مع بعض يطلع هيجي لون مستحيل. هسه شو نسوي؟ تعال خلينا التصاميم مالتي الجميلة عشان ما تصير. تعال لا بخل، خلينا نبدي نصمم. شلون نصعد؟ هيجي محترف، كله بدون تفكير، بدون تفكير. بابا هاي كلها تصاميم من بالي. هسه انا دحكي وياكم، هي تنزل عليها التصاميم من وحده. لا 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 غلط، انا هيجي حي تلعب نفسي من نار التصميم. هنا تعال انت، هنا 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 مستحيل مستحيل. ثم ثواني نحط هاي هنا نبق. لا لا حتى يمصر علينا مطر، خاف نغرق يعني بالليل من ننام. شلون صارت هاي من هنا؟ خاف نسيتها. تشوفون الشباب مستحيل. هسه شو نسوي؟ ننزل نحط واحد هنا. شلون هالجابه يمي هذا؟ راضي راح. وين نمت انا؟ وين نمت؟ وين نمت؟ الله بعد وين نمت؟ نمت في السمونة بالبكون نفسه هذا. بس يضل يتقاتل وياي. لا هذا حيضل يتقاتل وياي ابن المصمت. ها شنو هذا يسبح؟
ثواني ثواني، لازم راد ان الطريق نقتله. يلا 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 يلا، بيكاكس بيكاكس بيساكس. كلاب ويا كلب يا ابن الكلب، على هاي السواي سويته بي. تقوم تعاني هنا على الوالدة كل يوم يا كلب يا ابن الكلب. بس شو اسوي ثاني؟ شلون اخلص من هذا المصمط؟ كلب ضربني وطشر طشر كل شي عندي. بس شلون صار؟ هاي يتحركن؟ مستحيل مستحيل يتحركن. هاي شي يصير حطيت هاي هنا، حطيت هاي هنا، ما يصير على يصير شي. خلينا نوخر هاي الطقبوق الخراب بليسكم، خلينا نوخر هاي. هسه شباب حاليا البيت اكتمل، بيت اكتمل. هاي شنو ما بي فايدة. تروح انتي التامين روحي جلي بشاخة. خلينا شو نسوي شباب؟ بس حاليا نروح نشوف من بعيد، نشوف بيتنا الشي الحقيقي او الشي الجميل من بعيد. شو ماكو هيج بيت، وهاي الشجرة الحلسة ما خلصت، الشجرة الحلسة ما خلصت. اكو هنا بال هنا اكو شي، لازم اكو شي يخلي شي يكبر بسرعة. ما شي يسمونه هيج، يصير لونه جوزي لونه ابيض هيج يعني. تمام خلينا نشوف وين نلقاه. فكنت نلقاه من هنا شوية من عنده، هي هيك يمكن هنا يصير لون ابيض. دوسه واحده على الشغله تكبر. اقولك خلينا نرجع، خلينا نرجع، خلينا فضيع بدون شغله فضيع. ما بي حد يرجع وتعال وسوي حلقه جديده ثالثه. با مستحيل من بعيد. طبعا شباب نعست، نعست والله، راح انام. لا يعني ما انام بلعب، انام بالحقيقه. ليش؟ ليه ما بي حل يعني؟ صار نص ساعه، صارت نص خرب من نص ساعه قاعد ابني بيت. بس يستاهل هيك بيوت شباب، هيك بيت يستاهل. خلينا ننام شباب، خلينا ننام بالحقيقة وبالكلاوات. بالحقيقة والكلاوات شنو اقصد؟ هنا باللعبة ونا خلينا ناكل شوي خبز، خلينا ناكل خبز معود خبز، خلينا ناكل خبز. مو هيك خلينا ناكل. شوفوا شباب هاي الباب بعده يشتغل. خلينا ننام شباب، نعسة بدون شغل يعني. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطوني لايك. السلام عليكم.